نحن نجتمع الآن لنناقش رسالة الماجستير للباحثة نهاد عبدو علي حسن في التربية الخاصة. السيدة نهاد عبدو علي حسن طالبة مسجلة في جامعة سليمان الدولية في مرحلة الماجستير في كلية التربية والإرشاد النفسي قسم التربية الخاصة. بدأت الطالبة نهاد عبدو علي حسن دراسة الماجستير في التربية الخاصة بجامعة سليمان الدولية العام الدراسي 2017-2018، حيث أنجزت كافة المقررات الدراسية وحلقات البحث العلمي موضوع السنة الأولى في ماجستير التربية الخاصة. تابعت دراستها في العام الدراسي 2018-2019 حيث أنجزت ما يلي: الامتحان الشامل وقد نجحت فيه بمعدل 89%، مخطط بحث رسالتها العلمية بعنوان مدى فعالية التعلم باللعب في تنمية المهارات الإدراكية لدى عينة من ذوي الإعاقة العقلية الشديدة، حيث أقرت اللجنة العلمية في قسم الدراسات العليا والبحث العلمي الخطة الدراسية المعتمدة، وتم تكليف الدكتور فايز التمر بالإشراف العلمي على موضوع رسالتها وفق الخطة المعتمدة من قبل اللجنة العلمية. نشرت الطالبة بحثين محكمين في مجلة جامعة سليمان الدولية المحكمة وفق معايير سكوبس. أنجزت رسالتها العلمية بتاريخ 11/2019، وبناء على تقرير الأستاذ المشرف الدكتور فايز التمر بتاريخ 18/2019 أن الرسالة العلمية الموسومة مدى فعالية التعلم باللعب في تنمية المهارات الإدراكية لدى عينة من ذوي الإعاقة العقلية الشديدة قد اكتملت وفق الخطة الدراسية المعتمدة وأصبحت جاهزة للمناقشة. لذلك قررت رئاسة جامعة سليمان الدولية بتاريخ 10/10/2019 تشكيل لجنة لمناقشة الرسالة العلمية بعد أن تحققت من اكتمال كامل الشروط والمتطلبات المطلوبة، وحددت موعداً للمناقشة العلمية بتاريخ هذا اليوم الموافق 25/11/2019 الساعة 4:30 بعد الظهر. واللجنة العلمية مشكلة من الأستاذ الدكتور مصعب سليمان الجمل رئيساً للجنة، الأستاذ المشارك الدكتور أسعد أحمد أسعد عضواً، الأستاذ الدكتور المشارك فايز التمر مشرفاً وعضواً. وسنبدأ بالمناقشة، وستبدأ الطالبة باستعراض ملخص رسالتها، ونحن قبل أن نوجه الكلام للطالبة نوجه للأستاذ الدكتور فايز التمر ليعطينا لمحة تعريفية عن الطالبة الباحثة ويعطيها بدء المناقشة. لذلك نقول للدكتور فايز يتفضل يبلش. تفضل يا دكتور. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعا. نبدأ بالتعريف بالطالبة نهاد عبدو علي حسن. ولدت الطالبة في مدينة القاهرة وهي تحمل الجنسية المصرية، وتتلمذت في المدارس النظامية في مدينة القاهرة، ودرست تخصص الخدمة الاجتماعية في جامعة حلوان، وتخرجت منها عام 2001 ونالت درجة الدبلوم دمج ذوي الاحتياجات الخاصة من جامعة القاهرة، وتعمل حالياً داخل دولة قطر بمركز الشفلح لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة كمدرس تربية خاصة.
وتقوم بإعطاء محاضرات توعوية داخل المدارس القطرية للتعريف على ذوي الاحتياجات الخاصة وكيفية التعامل معها. وبصفتي الدكتورة مشرف أدعوها لتقديم ملخص عام عن الرسالة ونتائجها، وأن تكون مستعدة للدفاع عن مضمون الرسالة متمنيا لها السداد والتوفيق والنجاح، فتتفضل مشكورة. شكرا لك يا دكتور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. السادة رئيس وأعضاء لجنة المناقشة في جامعة سليمان الدولية، سوف أستعرض لحضراتكم ملخصا مع سيميلار للرسالة التي أتقدم بها لاستكمال متطلبات درجة الماجستير في التربية الخاصة الموسومة بعنوان مدى فاعلية التعلم باللعب في تنمية المهارات الإدراكية لدى عينة من ذوي الإعاقة الشديدة. أنا الطالبة نهاد عبد علي حسن. أولاً، مشكلة الدراسة. الأطفال هم الثروة البشرية التي ينهض بها مستقبل الأمم، فلذلك تولي المجتمعات أهمية كبرى في رعاية أبنائها من الأطفال، وتقع مسؤولية رعاية هؤلاء الأطفال على عاتق الأسرة والمجتمع بمؤسساته المختلفة، ويكون هذا العبء تدريجياً عند انتقال هؤلاء الأطفال إلى مراحل نمو أعلى ويصبحون قادرين على رعاية أنفسهم. وإن كان هذا مع الأطفال العاديين الأسوياء، فإن هذا العبء يتضاعف مع الأطفال المعاقين عقلياً، حيث أنه يتقدم بهم العمر الزمني، إلا أنهم لا يزالون أطفالاً في عمرهم العقلي غير قادرين على رعاية أنفسهم. تقع ظاهرة الإعاقة العقلية ضمن اهتمام فئات مهنية مختلفة، ولهذا حاول المختصون في ميادين الطب والاجتماع والتربية وغيرهم التعرف على هذه الظاهرة من حيث طبيعتها ومسبباتها وطرق الوقاية منها وأفضل السبل لرعاية الأشخاص المعوقين عقلياً. ولم يتوقف الأمر عند ذلك، فقد استدعى التوسع في الخدمات المقدمة للمعوقين عقلياً وتنوع تلك الخدمات قيام المجتمعات المختلفة بوضع الضوابط والمعايير التي تحدد أهلية الفرد للاستفادة من تلك الخدمات وتحديد الشروط الواجب توفرها في الخدمات اللازمة. والإعاقة العقلية حالة وليست مرضاً، فالمرض العقلي عبارة عن اختلال في التوازن العقلي، أما الإعاقة العقلية فهي نقص في درجة الذكاء نتيجة التوقف في نمو الذكاء، بحيث يجعل الفرق بين ناقص الذكاء المعاق عقلياً وبين الشخص العادي فرقاً في الدرجة وليس فرقاً في النوع. وقد يحدث ويمكن ملاحظته في مرحلة الطفولة ولا يصيب الفرد بعد مرحلة المراهقة، فهو إذن مشكلة نمو. وقد اعتمدت رعاية الأطفال المعاقين عقلياً من خلال مهنة التربية الخاصة على الممارسة المهنية للباحثين في بحوث ودراسات التدخل المهني والممارسات المهنية لأخصائي التربية الخاصة بمؤسسات رعاية المعاقين عقلياً، وفي ضوء ما تقدم وبناء على تحليل الدراسات السابقة والقراءات المرتبطة تحددت مشكلة الدراسة في التساؤل التالي: ما مدى فعالية التعلم باللعب في تنمية المهارات الإدراكية لدى عينة من الأطفال ذوي الإعاقة العقلية الشديدة؟ ثانياً، أهمية الدراسة. فإن أهمية الدراسة الحالية تأتي من أهمية الفئة التي تتناولها، وهي فئة من ذوات الإعاقة العقلية البسيطة والشديدة. تتمثل أهمية الدراسة في قياس مدى فعالية التعلم باللعب في تنمية المهارات الإدراكية لدى ذوات الإعاقة العقلية البسيطة والشديدة. هذه الدراسة تهتم بالجانب التنموي، وهو جانب هام وفعال للتدخل مع هذه الفئة، والذي يمكن من خلاله التحسن الكبير في الأداء المعرفي لهذه الفئة. لذا تكتسب الدراسة تطور ونمو القدرات الإدراكية أهمية خاصة في إعطاء تصور دقيق لمعرفة التطور لهذه القدرات. تساعد الباحثين والمختصين في وضع البرامج المتكاملة من أجل الوصول بهذه الفئة إلى مستوى مقبول من النمو المعرفي والإدراكي. كما تقدم هذه الدراسة برنامجاً تدريبياً متكاملاً لتنمية المهارات الإدراكية لدى ذوي الإعاقة البسيطة والشديدة. ثالثاً، أهداف الدراسة. وقد استهدفت هذه الدراسة قياس مدى فعالية التعلم باللعب في تنمية المهارات الإدراكية لدى عينة من الأطفال ذوي الإعاقة الشديدة، وذلك من خلال قياس مدى فعالية التعلم باللعب في تنمية مهارة الانتباه لدى أطفال
ذوي الإعاقة الشديدة قياس مدى فعالية التعلم باللعب في تنمية مهارات المطابقة لدى أطفال ذوي الإعاقة الشديدة قياس مدى فعالية التعلم باللعب في تنمية مهارة الفرز لدى أطفال ذوي الإعاقة الشديدة قياس مدى فعالية التعلم باللعب في تنمية مهارة التواصل والمتاهات لدى أطفال ذوي الإعاقة الشديدة قياس مدى فعالية التعلم باللعب في تنمية مهارات التركيب لدى أطفال ذوي الإعاقة الشديدة رابعاً فروض الدراسة هل يوجد فروق زاد دلالة إحصائية بين أفراد المجموعة التجريبية في القياس القبلي والبعدي على مقياس المهارات الإدراكية ككل؟ هل يوجد فروق زاد دلالة إحصائية بين أفراد المجموعة التجريبية في القياس القبلي والبعدي على المقياس الفرق الأول الانتباه؟ هل يوجد فروق زاد دلالة إحصائية بين أفراد المجموعة التجريبية في القياس القبلي والبعدي على المقياس الفرعي الثاني مهارة المطابقة؟ هل يوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين أفراد المجموعة التجريبية في القياس القبلي والبعدي على المقياس الفرعي الثالث مهارة الفرز؟ هل يوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين أفراد المجموعة التجريبية في القياس القبلي والبعدي في مهارة التوصيل والمتاهات؟ هل يوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين أفراد المجموعة التجريبية في القياس القبلي والبعدي في المقياس الفرعي الخامس مهارة التركيب؟ خامساً مفاهيم الدراسة، مفهوم الإعاقة العقلية، مفهوم التعلم باللعب، مفهوم المهارات الإدراكية. سادساً الإجراءات المنهجية، نوع الدراسة تجريبية، نوع المنهج التجريبي عينة واحدة وتم التدخل معها وقياس المهارات قبل التدخل وبعد التدخل المهني. أدوات الدراسة مقياس المهارات الإدراكية. سابعاً مجالات الدراسة، المجال المكاني تم تطبيق الدراسة بمركز ذوي الاحتياجات الخاصة بدولة قطر. المجال البشري وتم تطبيق العينة على 5 حالات وهي المجموعة التجريبية. المجال الزمني وهي فترة إجراء الدراسة بشقيها النظرية والعملية. ثامنا نتائج الدراسة، توصلت الدراسة إلى أنه توجد فروق ذات دلالات إحصائية بين أفراد المجموعة التجريبية في القياس القبلي والبعدي على مقياس المهارات الإدراكية ككل وذلك لصالح القياس البعدي وذلك عند مستوى معنوي 1% وذلك نتيجة تعرض المجموعة التجريبية لبرنامج تدريبي مكثف أدى إلى تنمية المهارات الإدراكية لدى الأطفال باستخدام مهارة التعلم باللعب. وبذلك نقبل الفرض الرئيسي للدراسة القائل هل يوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين أفراد المجموعة التجريبية في القياس القبلي والبعدي على مقياس المهارات الإدراكية ككل؟ توصلت كذلك نتائج الدراسة بأنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين أفراد المجموعة التجريبية في القياس القبلي والبعدي على مهارة الانتباه وذلك لصالح القياس البعدي وذلك عند مستوى معنوي 1%. وذلك نتيجة تعرض المجموعة لبرنامج مكثف أدى إلى تنمية المهارات الإدراكية لدى الأطفال باستخدام مهارة التعلم باللعب. توصلت أيضا نتائج الدراسة بأنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين أفراد المجموعة التجريبية في القياس القبلي والبعدي على مهارة المطابقة وذلك لصالح القياس البعدي وذلك عند مستوى معنوي 1%. وذلك نتيجة تعرض المجموعة أيضاً لبرنامج تدريبي مكثف أدى إلى تنمية المهارات الإدراكية لدى الأطفال باستخدام مهارة التعلم باللعب. وبذلك نكبر الفرد الثاني للدراسة القائل هل يوجد فروق ذات دلالة إحصائية على مستوى الدلالة بين أفراد المجموعة التجريبية في القياس القبلي وبعد في مهارات المطابقة؟ توصلت نتائج الدراسة بأنه توجد فروق أيضاً ذات دلالة إحصائية بين أفراد المجموعة التجريبية في القياس القبلي والبعدي على مهارة الفرز وذلك لصالح القياس البعدي وذلك عند مستوى معنوي 1%. وذلك نتيجة تعرض المجموعة أيضا لبرنامج تدريبي مكثف أدى إلى تنمية المهارات الإدراكية لدى الأطفال باستخدام مهارة التعلم باللعب. وبذلك نكبر الفرد الثالث الدراسة هل يوجد فروق فردية ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة بين أفراد المجموعة التجريبية في القياس البعدي القبلي والبعدي في مهارة الفرز؟ توصلت نتائج الدراسة بأنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين المجموعة التجريبية في القياس القبلي والبعدي على مهارة التوصيل والمتاهات وذلك لصالح القياس البعدي وذلك عند مستوى معنوية 1%. وذلك نتيجة تعرض المجموعة أيضا لبرنامج تدريبي مكثف إلى تنمية المهارات الإدراكية لدى الأطفال باستخدام مهارة التعلم باللعب.
وبذلك نجبر الفرد الرابع للدراسة القائل: هل يوجد فروض زاد دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة بين أفراد المجموعة التجريبية في القياس القبلي والبعدي على مهارات التوصيل والمتاهات؟ توصلت نتائج الدراسة بأنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين أفراد المجموعة التجريبية في القياس القبلي والبعدي على مهارة التركيب، وذلك لصالح القياس البعدي، وذلك عند مستوى معنوي 1%، وذلك نتيجة تعرض المجموعة التجريبية لبرنامج مكثف أدى إلى تنمية المهارات الإدراكية لدى الأطفال باستخدام مهارة التعلم باللعب. وبذلك نجبر الفرد الخامس القائل: هل يوجد فرق في دي؟ فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة بين أفراد المجموعة التجريبية في القياس القبلي والبعدي على مهارة التركيب؟ تناولت الدراسة الحالية موضوع من الموضوعات الهامة والذي يتعلق بفئة ضعيفة ومتزايدة من فئات المجتمع، ألا وهي فئة ذوي الإعاقة الشديدة الذين يعانون من كسور فكري وظيفي ناتج عن عوامل وراثية أو بيئية أدت إلى كسور سلوكي في سلوكهم التكيفي، كما يعانون من مشكلات نفسية واجتماعية وتعليمية وصحية ومشاكل أخرى كثيرة. ولكن هذا لا يعني أنهم أطفال ميؤوس منهم، بل إنهم يمتلكون قدرات ومواهب تحتاج إلى الرعاية والاهتمام والتنمية، وكذلك يمكن إكسابهم المهارات الاجتماعية ومهارات الحياة اليومية التي تزيد من قدراتهم على التكيف مع البيئة المحيطة بهم من خلال برامج تدريبية جماعية علاجية وقائية تنموية موجهة تتناسب مع هذه القدرات وتلك الإمكانيات، يحددها أخصائي التربية الخاصة بالتعاون مع أعضاء فريق العمل كل حسب تخصصه ووفقا لحاجات جماعة الأطفال وبما يتناسب مع لوائح المؤسسة وإمكانياتها، مما يستوجب تحديد الدور الذي يقوم به أخصائي التربية الخاصة مع فريق العمل لتحقيق الأهداف المنشودة. لذا فإن هذه الدراسة تسعى إلى تحديد مدى فاعلية التعلم باللعب في تنمية المهارات الإدراكية لدى عينة من ذوي الإعاقة الشديدة. وتتحدد الدراسة الحالية في بابين أساسيين: الباب الأول يناقش الإطار النظري للدراسة ويحتوي على فصلين: الفصل الأول مدخل لمشكلة الدراسة، ثم الفصل الثاني التعلم باللعب ومدى فاعليته في تنمية المهارات الإدراكية لدى ذوي الإعاقة. ويتناول الفصل الثاني 4 مباحث، وهما: المبحث الأول التعلم باللعب، المبحث الثاني الإعاقة العقلية الشديدة، المبحث الثالث المهارات الإدراكية لذوي الإعاقات الشديدة، المبحث الرابع فاعلية التعلم باللعب في تنمية المهارات الإدراكية لذوي الإعاقات الشديدة. أما الباب الثاني يناقش الإطار التطبيقي للدراسة ويحتوي على فصلين، ويبدأ بالفصل الأول الإجراءات المنهجية للدراسة، ثم الفصل الثاني جدول الدراسة الميدانية، كما تضمنت الدراسة قائمة للمراجع باللغة العربية والإنجليزية، ثم الملاحق، ثم الملخص باللغة العربية والإنجليزية، وبنهاية رسالة الماجستير المتعلقة بمدى فعالية التعلم باللعب في تنمية المهارات الإدراكية لدى عينة من ذوي الإعاقة الشديدة. فقد كان ذلك محوراً للاهتمام منذ بداية الدراسات التحضيرية للرسالة، ولا نخفي على أقراننا الكرام مدى المشقة والجهد والذي تم بذله في سبيل تفصيل الرسالة التي نرجو أن تنال استحسانكم. رعينا أن تكون فكرة البرنامج بسيطة مع التدقيق في نتائج التطبيق التي جاءت مبشرة في سبيل تنمية المهارات الإدراكية لدى عينة من ذوي الإعاقة الشديدة بتلك المرحلة العمرية المبكرة التي تحتاج لفكر خاص بالتواكب مع المتغيرات المنهجية في مختلف دول العالم. وفيما يتعلق بذلك، وأرجو من الله أن أكون وفقت في إعداد هذه الرسالة، وأتمنى أن يتم تعميمها مع الاهتمام بتلك النوعية من الدراسات التطبيقية في مجال التربية الخاصة من جانب الباحثين الجدد، وتناول رسائل ذات صلة بذلك. وفي النهاية أرجو من المولى عز وجل أن أكون قد وفقت في إعداد هذه الرسالة، فهو نعم المولى ونعم النصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. طبعا نحن الآن سمعنا للباحثة نهاد بما قدمته من شرح مختصر
حول موضوع الرسالة المرسومة بمدى فاعلية التعلم باللعب في تنمية المهارات الإدراكية لدى عينة من ذوي الإعاقة العقلية الشهيدة. لذلك نحن سنبدأ بمناقشة هذه الرسالة مناقشة علمية، ستكون البداية مع الدكتور المشارك أسعد. أسعد فليتفضل. مشكورا. تفضل دكتور أسعد، ابدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة وأفضل التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين. بدأ ذي بدء، لابد من أقف قليلا أمام هذه الرسالة التي استوقفتني كثيرا وأنا أراجعها، بدءا من عنوانها وانتهاءا بالملاحق. هذا العنوان الذي هو من الأهمية بما كان أنه أصبح أسلوبا حديثا للتعليم، وتحرص عليه كل المحافل وكل المراكز التدريبية والتعليمية لتغيير النمط القديم في تعليم الأطفال الأسوياء، ناهيك عن الأطفال الذين يعانون من إصابات معينة ويعانون من مشاكل عقلية أو نفسية. فمن المعروف أن اللعب هو شيء فطري عند الأطفال، فتطبيق هذا النوع من النمط في التعليم هو عودة بهذا الطفل إلى فطرته وتعزيز ذلك. والحقيقة لمسنا أثر هذا الموضوع في تعليم الأطفال في مناطق الحروب والنزاعات، وكان له أثر كبير على المعلم والمتعلم. لا يخفى الجهد الكبير الذي بذلته الدارسة مشكورة في تحضير هذا البحث القيم، كما قلت بدءا من اختيار العنوان ومرورا بالتفاصيل الكثيرة التي قامت على تبويبها وأرجعتها إلى مصادرها للأمانة العلمية، وانتهاءا بالكم الكبير من المراجع التي استعانت فيها لإتمام دراستها، والتي أتوقع إن شاء الله أن تكون مرجعا هاما للباحثين والباحثات وطلاب العلم في المستقبل. ولكن هذا الإطراء لا يمنعنا للأمانة العلمية أن نتوقف أمام هذه الرسالة لكي نوجه أختنا الكريمة إلى بعض النقاط التي تحتاج إلى تعزيز والتي تحتاج إلى تعديل. فهناك حسن وهناك أحسن، ومن باب الوصول إلى أقرب ما يكون إلى الكمال، وإن كان الكمال لله سبحانه وتعالى، فنقول وبالله نستعين أنه بادئ ذي بدء كان هناك بعض الأخطاء الإملائية والتي تعود لأخطاء مطبعية، وبعضها الآخر لا أخفي أنه كان مكررا، مما يدل على يعني على خطأ وقع فيه. مثلا في الصفحة دال قول الباحثة: كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه. التاء كانت مربوطة، والأصل أن تكون هاء وليس تاء مربوطة. مشكل الدراسة، وتقع مسؤولية رعاية هؤلاء الأطفال.
على مسؤولية هي وضعت الهمزة على النبرة وهي تكون على الواو، ولا أدري إن كانت أخذت برأي الكوفيين. في الصفحة الأولى ذكرت في السطر الأخير وهي فئة من ذوات الإعاقة العقلية البسيطة والشديدة، والأصل أن نقول من ذوي، يعني من ذوي الإعاقة وليس من ذوات، فهنا فئة من ذوي الإعاقة. في الصفحة الثانية كلمة لدى تكررت في أكثر من موقع بوضع ياء بدل الألف المقصورة. في الصفحة الثانية أيضا رقم 5 تساعد بنود هذه الدراسة الباحثين على وضع برامج المتكاملة من أجل الوصول بهذه الفئة إلى مستوى مقبول من النمو المعرفي والإدراكي. وهنا حبذا لو أنك أضفت السلوكي أيضا، لأنه بعد المعرفة والإدراك يكون السلوك وهو المعول عليه. في الصفحة الثالثة ذكرت المجال الزمني، حبذا لو أنك قرأته لنا المجال الزمني. المجال الزمني للدراسة وهي فترة إجراء الدراسة بشقيها النظري والعملي. هنا لم تذكري المدة تحديدا، فهي كم كانت؟ الشق النظري للدراسة يعني تم الإعداد لي من أول فكرة دراسة الماجستير، من أول فكرتي لدخول دراسة الماجستير، وأنا كان فكري يعني يعد من عامين وأنا بجهز للشق النظري للدراسة. أما الشق العملي للدراسة فأخذ 4 أشهر. تمام، حبذا لو أنك ذكرت البداية والنهاية ولا أن تبقى مفتوحة ونقول المعنى في قلب الشاعر. في الصفحة الثالثة أيضا 8 نتائج الدراسة، توصلت الدراسة إلى أنه ممكن تقرأين توصلت الدراسة إلى أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين أفراد المجموعة التجريبية في القياس القبلي والبعدي على مقياس المهارات الإدراكية ككل، وذلك لصالح القياس البعدي. أيوة. وذلك عند مستوى معنوي 1 من 100، وذلك نتيجة تعرض المجموعة التجريبية لبرنامج تدريبي مكثف. يكفي. هنا عند مستوى معنوي، يعني هنا خطأ تكرر عدة مرات، حبذا لو الآن قرأتي بصورة صحيحة، والدليل على أنه خطأ مطبعي وليس إملائي. في الصفحة رقم 11 أيضا كلمة في تفصيلك للبحث أنه يحتوي على فصيلين، والأصل فصلين دراسيين. أيضا وضعت مشكورة بعد كل فقرة استعرتها من بحث من البحوث، أرجعتها للأمانة العلمية إلى صاحبها، ووضعت رقم لهذا المرجع، ولكن جمعت هذه كلها بعد كل مبحث، وحبذا لو أنك وضعت في أسفل الصفحة وبشكل ناعم كي يكون حاشية يعني هذا الأمر، حتى لا يضطر الباحث أن ينتقل نقلة كبيرة إلى آخر البحث. أيضا ورد هنا كفلة التشريعات حقوق المعاقين، وتكلمت عنها مشكورة بإسهاب. حبذا لو أنك أشرت إلى توجيه الشرائع السماوية ومنها الإسلام، فالإسلام لرحمته يعني كان يهتم بالحيوان، فكيف بالإنسان؟ وأوقف لذلك الأوقاف للعناية بها، فمن باب أولى أن الإنسان هو أكثر اهتماما وأهمية، فقام بالبيمارستانات كما يقال في التاريخ الإسلامي.
ذكرتي أنه التعلم باللعب وعلاقتي بتنمية المهارات الإدراكية لذوي الإعاقة الشديدة في الصفحة 123. وضعتي نموذج صحيح؟ تمام. في الصفحة 123 ذكرتي أنواع الألعاب المستخدمة للعلاج كل أو لعلاج كل نوع من أنواع الإعاقة، وهنا حبذا لو أنك أنت ذكرت العناوين، وهذه العناوين قد تفوت على الباحث ولا يعرف، فحبذا لو وضعت التكنيك وأنت في نهاية الرسالة أظن حاولت باختصار أن يعني تعدلي، ولكن حتى يكون مرجعا متكاملا حبذا لو أنك ذكرت اللعبة. ذكرت من جملة الألعاب لعبة الكراسي، فكيف تخططين لمثل هذه اللعبة إذا أردت أن تتعامل فيها مع المعاقين؟ لعبة الكراسي المتحركة. لعبة الكراسي المتحركة في عملي مع المعاقين. قواعد اللعبة، كيف تكون قواعد اللعبة؟ أولاً اللعبة للم شمل ذوي الإعاقة، مش للتفرقة ذوي الإعاقة بسحب الكرسي، لا. إن فكرتي في الكراسي إن الأولاد يبقى بينهم تعاون، فكرة التعاون يعني والعمل الاجتماعي داخل اللعبة، انهم طيب يكونوا في كيف فريق. كيف انت تكرسين هذا؟ يعني الان نحن نريد ان نصمم اللعبة ونضع لها قواعد. نحن تعلمنا العكس، انه دائما لعبة الكراسي الموسيقية نسميها، وهذه اللعبة عندما تقف الموسيقى أو تسمع الصفقة يحاول كل واحد من المشاركين الجلوس، وبالتالي الذي يظل واقفا يخرج خارج اللعبة. لا، العكس تماما مع فئة. فما عنيته هذه تورث الأنانية بين الأطفال، فأنت منتبهة لهذا الموضوع. نحن فقط نلعب نفس اللعبة ولكن نغير قواعد اللعبة، أن في حال بقي أحد اللاعبين يجب على جميع الفريق واقف، احتواء الفريق كله يعني يسقط، وبالتالي سيحاول أن يعني يجتمعوا عليه. في الصفحة 129 جدول رقم 4 ممكن تقرأينا؟ جدول 4 يوضح التعلم باللعب وعلاقته بتنمية أحد جوانب المهارات الإدراكية البعد الشخصي. التعلم باللعب وعلاقته بتنمية أحد الجوانب أحد جوانب المهارات الإدراكية البعد الشخصي المستهدف تنميته كأحد جوانب المهارات الإدراكية. الوسائل المستخدمة في التعلم، يتعلم يعني التعاون يعني عن طريق، يعني عندنا شقين. أيوة. الوسيلة المستهدف تنميته والوسيلة المستخدمة. إذن الأول مستهدف ما هو؟ يتعلم التعاون. أن يتعلم التعاون عن طريق الوسيلة المستخدمة في التعلم، إما شد الحبل. شد الحبل. الاعتماد على النفس، أي السيارة المفككة اللي هي مهارة التركيب. نعم. تحمل المسؤولية من خلال العرائس المتحركة وتمثيل الأدوار. تنمية سلوك الانتماء عن طريق الأسرة. لبس الحذاء، الأحذية والملابس، الاعتماد على النفس. يعني ألا ترين هنا أن المستهدف تنميته هو الاعتماد على النفس، وأن لبس الأحذية والملابس هو أن يكون الوسيلة المستخدمة؟ معليش حضرتك، أني نعكس الأمر. المستهدف تنميته هو الاعتماد على النفس، والوسيلة المستخدمة هو لبس الأحذية والملابس. صحيح؟ هي دي ممكن تكون سقطت مني سهوا. يعني مقتنعة ولا بتجامليني؟ يعني. لا 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 لا، فعلا، لأن المستهدف إني أنا أنمي اعتماده على نفسه، لكن نعم. الأداة المستخدمة لبس الأحذية والملابس. أحسنت. صفحة 139 ثانيا، صدق المحتوى. وللتحقق من هذا النوع من الصدق قامت الباحثة بما يلي.
وهذا يوحي أن يعني الكاتب هو يكتب عن شخص آخر، والصيغة يجب أن تكون بصيغة المتكلم. وللتحقق من هذا النوع من الصدق فقد قمنا بما يلي، قمنا للتفقيق بما يلي. لذلك يرجى إعادة الصياغة بصيغة المتكلم وليس بصيغة المخاطب في الصفحة 143. وبذلك نقبل الفرض الرئيسي للدراسة القائل: هل يوجد فروق؟ ممكن تقرأين يا الجدول. وبذلك نقبل الفرض الرئيسي، هاي النتيجة أظن. أيوة، جدول الدراسة الخاص بفروض الدراسة. الفرض الرئيسي: هل يوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين أفراد المجموعة التجريبية في القياس القبلي والبعدي على مقياس المهارة الإدراكية ككل؟ يوضح الفرق الفروق المعنوية بين القياس القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية على مقياس المهارة الإدراكية. القياس القبلي كان 37.60، الانحراف المعياري 3.85. لا لا، أنا ما عنيته. وبذلك نقبل الفرض الرئيسي للدراسة القائل: هل يوجد فروق في القياس القبلي والبعدي؟ تمام. يوجد فرق. هلا هذا هو صيغة سؤال في الفرضية وفي بداية الدراسة. حبذا لو أنه في النتيجة نقول نعم هناك فروق، والفروق يدل عليها الجدول المرافق، كانت بنسب كذا وكذا وكذا وتوصلنا إلى كذا، وهذا يكرر مع النتائج كلها من بدايتها إلى نهايتها. الحقيقة الدراسة بكل ما تعني الكلمة هي دراسة قيمة، والجهد فيها واضح، الجهد المبذول، وهي لا شك ستكون مرجعا قيما جدا إن تم تصحيح الملاحظات التي أشرنا إليها في مناقشتنا هذه على عجالة. وأسأل الله سبحانه وتعالى لك التوفيق، وهذا واضح من خلال يعني الجهد المبذول والهمة العالية التي نلمحها في طريقة التقديم. أيضا نتمنى لك التوفيق والنجاح وتكملة الدكتوراه إن شاء الله. شكرا شكرا، جزاك الله خيرا أستاذي. شكرا دكتورة سعد على ما أتيت به من ملاحظات هامة من خلال مناقشتك للطالبة بفحوى رسالتها. طبعا نحن الآن أمام موضوع رسالة علمية، بحث علمي في مجال التربية الخاصة، معنون بمدى فاعلية التعلم باللعب في تنمية المهارات الإدراكية لدى عينة من ذوي الإعاقة العقلية الشديدة. طبعا الاهتمام في العصر الحاضر بأطفال المعاقين هو اهتمام عالمي، طبعا يعني هو من جانب إنساني، زائد هو حالة واقعية موجودة في المجتمع، باعتبار أن هؤلاء يشكلون نسبة، ولو كانت النسبة قليلة إلا أنها نسبة مئوية من المجتمعات ككل. فلذلك يعني موضوع الرسالة هو موضوع هام جدا، ولا سيما أن التعلم باللعب له دور كبير في أساليب التربية الحديثة. طبعا الرسالة العلمية بعد مناقشتها وبعد أن تكتمل تصبح ملكا عاما في مكتبة البحث العلمي، وبالتالي تخرج عن خصوصيتها إلى الحالة العامة. لذلك نحن إذ نناقش ونضع الملاحظات يتوجب على الباحثة
أن تعيد النظر في رسالتها وأن تتقيد بهذه الملاحظات، وذلك لتكون مرجعاً علمياً يستفيد به من سيأتي ليبحث في هذا المجال. طبعاً بدايةً أنا أضع يعني وجهة نظر في طريقة البحث العلمي في هذا الأسلوب المكتوب، وهو المنهج اللاتيني في البحث العلمي الذي يقسم البحث إلى كتابين فأكثر، والكتاب إلى قسمين فأكثر، والقسم إلى بابين فأكثر، والباب إلى فصلين فأكثر، والفصل إلى مبحثين فأكثر، والمبحث إلى مطلبين فأكثر، والمطلب إلى فرعين فأكثر، ثم ننتقل إلى ألف باء جيم دال وواحد اثنين ثلاثة، ثم واحد عليها تنوين اثنين عليها تنوين، بعدين نصل آخر شيء إلى أولا ثانيا ثالثا رابعا. يعني هذا أسلوب تسلسلي في الهيكلية من القمة إلى القاعدة في هرم البحث العلمي لمن يختار منهج لاتيني في كتابة بحثه العلمي، والطالبة اختارت هذا المنهج. لو كانت اختارت البرنامج الثاني وهو البرنامج أو المنهج الأنجلوساكسوني لاختلف الأمر، لأن المنهج الأنجلوساكسوني يعتمد على الفصول المتسلسلة، فصل أول فصل ثاني فصل ثالث إلى آخر البحث، ضمن قيود وضوابط شكلية تتعلق بحجم البحث، حيث أن الأول يجب أن يكون أكبر من الثاني وهلما جرى. لكن نحن هنا أمام بحث مكتوب وفق منهج لاتيني بدأت الباحثة به باعتباره قسماً واحداً انقسم إلى أبواب، تمام؟ أوكي، انقسم إلى بابين، الباب انقسم إلى فصول، تمام؟ جيد، الفصول انقسمت إلى مباحث، المباحث هنا بعض المباحث كانت طويلة ومتفرعة تحتاج أن تكون قد قسمت إلى مطالب أيضاً. فهذه نقطة، فلذلك أرجو من الباحثة أن تعود إلى المباحث الطويلة المتفرعة وتعيد تقسيمها إلى مطالب إن شاء الله بإذن الله، لا سيما وأن الموضوع يتفرع إلى عدة أقسام، يعني هون يصبح مطلب أول مطلب ثاني مطلب ثالث حسب الحالة. أما أن يكون المبحث مقسوم إلى أولا ثانيا ثالثا هذا يخالف منهجية البحث العلمي، هاي من جهة. الناحية الثانية، الناحية الموضوعية في موضوع البحث العلمي، هي يعني أنا أرى وأفضل أن يكون هناك فصلاً تمهيدياً يبحث مقدمة الدراسة ومشكلة الدراسة وأهمية الدراسة وأهداف الدراسة وفروضها ومفاهيم والدراسات السابقة. الإشكالية طبعاً أفضل أن يكون هذا بادئاً بالتعريف والماهية، ليس مقدمة وإنما فصل تمهيدي، وهذا ليس جزءاً من الباب الأول، لأن هذه النقاط تحديداً أي بحث علمي يجب أن يحتويها، فلذلك نحن بنخصص له فصل تمهيدي لتكون الأبواب مستقلة عن الفصل التمهيدي. يعني إحنا بنمهد بالأساسيات المشتركة بين جميع الرسائل العلمية ولكل رسالة خصوصيتها. فلذلك يعني خروج هذا الموضوع عن الإطار النظري، لأنه لا علاقة له في الإطار النظري، الإطار النظري يأتي لاحقا وهو الدراسة النظرية للرسالة. هاي من النواحي الشكلية. طبعاً موضوع الهوامش البحث أو المراجع، وهي التوثيق العلمي، لأننا نحن لسنا أمام قصيدة شعر
أو أمام قصة قصيرة أو أمام مقالة تكتب في جريدة، نحن أمام بحث علمي، وهذا يقتضي التوثيق وأن يعرف القارئ كل كلمة من الذي قالها، ومجموع الأقوال، مجموع ما كتب يشكل منهجية معينة للكاتب رأيه المستقل الذي يدافع عنه ليكون. طبعا يعني أنا أفضل أيضا يعني، أو كان من الأجدر أن تكون الهوامش في كل صفحة على حدة، ولكن الهوامش موجودة في نهاية كل فصل. هذه تجد صعوبة من القارئ عندما سيعود للتأكد من حالة التوثيق العلمي، ولكن يعني لا يعتبر ذلك عيبا وإنما يعتبر ضعفا، وهناك فرق بين العيب الشكلي أو الخطأ وبين الضعف. فهي ناحية مهمة جدا. إذا بدنا نحكي أيضا من أجل الموضوع، الأخطاء الإملائية كثيرة، طبعا نحن نرجعها إلى المدقق اللغوي ولا نرجعها إلى الطالبة، ولكن الطالبة كان عليها أن تتأكد بنفسها، لا سيما نقطة مهمة لغويا، ليست الأخطاء الإملائية أو تكرار بعض الكلمات تكرارا خاطئا غير مقصود، وإنما موضوع علامات الترقيم. علامات الترقيم غير موجودة على الإطلاق، من يقرأ في أي لغة كانت، سواء بالعربي بالإنجليزي بالفرنسي بالإسباني بأي لغة كانت، علامات الترقيم تفيد في طريقة الكلام. نحن نعلم عند النقطة يجب أن نقف، ما في نقطة، نحن عم نتم متابعين هيك، معاني الجمل صار فيها تداخل، نحن نعلم عند الفاصلة في وقفة قصيرة ونتابع، ما في فاصلة نحن عم نتابع، فهذا يعطي تداخل في الجمل، تداخل بالألفاظ، وهذا يعني يجب أن يكون مدقق من الناحية اللغوية، ولا سيما علامات الترقيم. وعلامات الترقيم ليس شرطا في اللغة العربية بل في كل اللغات، يعني حتى في ملخص البحث في اللغة الإنجليزية ليس هناك أيضا علامات ترقيم. طيب نحن هلق لما بدنا نحكي صيغة استفهام، لما بنشوف أشارة استفهام بنوقف بطريقة استفهامية لفظنا للحديث، ببين انه هون في استفهام، إشارة الاستفهام هي اللي بتدلنا وبتخلينا نقرأ حالة الاستفهام. إشارة التعجب توقفنا عند وضع فيه تعجب. لذلك عند تقديم البحث مرة ثانية يجب أن تصحح هذه النقطة، علامات الترقيم، وأؤكد على علامات الترقيم. طبعا نحن ما رح ندخل بالتفاصيل لأنه هناك بعض الأمور يعني تداخلت الأمور ببعضها، موضوع الخصائص والسمات. صفحة كم دكتور؟ بعد الصفحة 32 نجد أن هناك تداخل في هذه النقطة، يعني القارئ اللي مو متخصص ستكون هناك لديه إشكالية في فهم الخصائص والسمات، ويظن أن السمات خصائص والخصائص سمات. نحن طبعا الجداول الموجودة جداول تفصيلي ممتاز جدا وتعطي إيضاحات جيدة جدا. طبعا نحن يعني أيضا هناك بعض المباحث اللاحقة نجد أنه الطالب يرجع بيعرض تطور تاريخي،
للعناية بالمعاقين موضوع التاريخ والمقدمات يجب أن يكون في بداية البحث وليس ضمن فصول البحث اللاحقة وليس ضمن الفصول بل ضمن المباحث. ما المبحث هو جزء منفصل والفصل هو جزء من الباب. لو كان في بداية الباب لا بأس. يعني أنا لا أقول يجب أن يكون في بداية الكتاب بالباب نفسه. خلوا الحالة التاريخية والمقدمات والاستعراضات. مو ندخل عند المفصل للمباحث نجد التطور التاريخي للعناية بالمعاقين عقليا مثلا في الصفحة 71 على سبيل المثال. يعني هناك نقاط كثيرة. أيضا نحن لو رجعنا لموضوع الجداول الموجودة في آخر البحث آخر الكتاب تحتاج إلى قليل من الإيضاح مختصر. يعني هذا غير موجود في البحث بالنسبة للملحقات. فأيضا يعني هناك شروحات بسيطة يجب أن تكون موجودة حتى يعرف القارئ ما هي هذه التسميات سواء اسم أشخاص من هم إن شاء الله هم الباحثون في هذا المجال. فتعرف سطرين نحن عن شو عم نكتب ما خلي الأمور عامة بإذن الله. أرجو الإيضاح والتعريف بسطر أو سطرين إن شاء الله. طبعا من حيث النتيجة النهائية أنا أرى أن البحث تم طرحه بشكل جيد بل ممتاز جدا. والموضوع موضوع يتناول حالة واقعية علمية عملية فعلية هي مثار اهتمام العالم ككل. وبعد تصحيح أو الأخذ بالنقاط التي تم طرحها للطالب الباحث أعتقد أن هذا الكتاب سيكون له دور أساسي وإن شاء الله سيكون بحث علمي ومرجع لكل من يعمل في هذا المجال. وطبعا نهاية يعني أقول التوفيق كل التوفيق للباحثة فيما قدمته وأعطي المجال للأستاذ المشرف الدكتور فايز. فيا دكتور بدك تدافع عن طالبتك تدافع لك خذ الأمانة العلمية بالنقاش كعضو اللجنة. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. من باب الاحترام الأمانة العلمية بداية الأخوة أعضاء لجنة التحكيم أسهبوا في ذكر الملاحظات القيمة التي تنير وتضيء هذا البحث الهام والذي فيه جهد كبير يعكس شخصية وقوة الباحثة في تناول هذا الموضوع وعمقها المعرفي الذي تشكر عليه. لكن لدي ملاحظة واحدة فقط سأقتصر عليها التركيز وهي موضوع كتابة لغة البحث العلمي. في لغة البحث العلمي لا يصح استخدام ضمير المتكلم أنا نحن في وإنما دوما يستخدم الضمير الغائب. الضمير المتكلم تستخدم دوما في لغة كتابة المقالات الأدبية والشعرية فقط. أما في لغة البحث العلمي فلا يستخدم إلا الضمير الغائب وهو ما استخدمته الطالبة في بحثها. فقط هذه الملاحظة الهامة أردت إشارة إليها وأتمنى لك النجاح والتوفيق إن شاء الله. شكرا لك. شكرا. شيء ثاني أستاذ دكتور تحب تركني على لا جزاكم الله خيرا. شكرا لدعمكم لينا وجزاكم الله خير وإن شاء الله كل المطلوب في التعديلات سوف يتم على أكمل وجه. دونتوا كل ما فنتمنى ذلك وإن شاء الله نتمنى الخير. نحن رح نأخذ استراحة لمدة 10 دقائق للمداولة في النتيجة ونعود. لذلك ترفع الجلسة لمدة 10 دقائق.
الرحمن الرحيم وبه نستعين. قرار صادر عن لجنة مناقشة رسالة الماجستير للطالبة نهاد عبدو علي حسن في جامعة سليمان الدولية كلية التربية والإرشاد النفسي قسم التربية الخاصة بتاريخ هذا اليوم المصادف 24/11/2019 وبناء على القرار رقم 122/2019 تاريخ 10/10/2019 الصادر عن رئاسة جامعة سليمان الدولية والمتضمن تشكيل لجنة المناقشة للرسالة العلمية الموسومة مدى فعالية التعلم باللعب في تنمية المهارات الإدراكية لدى عينة من ذوي الإعاقة العقلية الشديدة المقدمة من الطالبة نهاد عبدو علي حسن من الجنسية المصرية لاستكمال درجة الماجستير في التربية الخاصة. اجتمعت اللجنة العلمية في جامعة سليمان الدولية في مقر الجامعة في مدينة أنطاكيا في تركيا، وقد أجريت المناقشة العلنية وبدأت عند الساعة 4:30 عصرا، وقد استعرضت الطالبة ملخصا عن رسالتها إضافة إلى سيمينار عام، وبعد ذلك بدأت المناقشة من قبل اللجنة العلمية المشكلة من الأستاذ الدكتور مصعب سليمان جبل رئيسا، الأستاذ الدكتور المشارك فايز التمر مشرفا وعضوا، الأستاذ المشارك الدكتور أسعد أحمد أسعد عضوا. بعد المناقشة قررت اللجنة العلمية قبول الرسالة شكلا ومضمونا بعد تعديل الملاحظات التي أقرها المناقشون واستعرضوها، وطبعا الطالبة ستقوم بالعمل وفق هذه التعديلات وتعيد الرسالة معدلة وفق ما تم في المناقشة، وعليه تقرر منحها درجة الماجستير في التربية الخاصة بعلامة وقدرها 94% وبتقدير امتياز. انطاكيا 24/11/2019. ألف مبروك للطالبة. شكرا. تفضل يا أستاذي. شكرا لكم. أهلا وسهلا. يا مرحبا. Thank you.